كنافه البرمه ازاي بتتعمل بقى بالسوداني. بجيبها عندي السوداني بجروشه، يبقى مجروش بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، وبسمغه عن طريق شويه شربات صغيرين جدا. شربات تقيل تمام اهو، ماء ورد او ماء زهر، والمقادير قدام حضراتكم اهيت. الاستاذه ياسمين الاعداد منزلاها اهي، شويه قرفه صغيرين، كده يا باشا الايه السوداني سمغ معايا تمام. نقوم ايه حاطينه في جنب، اللي عايز بقى والله يعني الدنيا متاحه معاه والعيش يا معدن كده والدنيا حلوه بالفستق يديها فستق، الدنيا اهدى شويه لوز، انت فاهم ازاي؟ كلها على حسب الامكانيات، ولكن اللوز السوداني بيكيف، يعني السوداني يكيف الواحد وهو بياكل مع الكنافه غير الفستق. انا مش من وقت الفستق خالص سبحان الله، احب شكله احب منظره بس وبتاع بيعمل شكل، لكن كطعم والله بالنسبه لي السوداني هو رقم واحد. في ناس بالنسبه لها اللوز اذواق بقى ومناطق على فكره، يعني الشمال العربي كله بيحب حته اللوز الشوام. خدنا شيت حطيناه تمام وحطينا السوداني. بص بقى البرمه كده، بص ازاي اهو، بص دي فين دي هنا اهي ودي هنا اهي، دي اهم حاجه تخلي بالك اهو. عيني عليك يا خالد تمام اهو. بعد كده ما لفيناها نبدا ان احنا نفرمها نبرمها قوي ونمسك في بعض زي ما حضراتكم كده شايفين فيها سوداني من جوه تمام. كده هنا جانبا ونقوم جايبين عندنا الايه الصاج، نقوم مدين سمنة نقوم حاطين أول واحدة بالشكل اللي حضراتكم كده شايفين، طبعا لو في حاجة مثلا حاجتين اتنين مسكتها من هنا كده يبقى أفضل تمام. ونقوم ايه حطينا هنا كده ونقوم جايبين عندنا واحدة تانية عشان أوريها لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الكنافة لازم تكون طازة، ما ينفعش الكنافة تكون ناشفة عشان تتلف معايا أهي. بص بتتلف كده أهي، حط جنب اختها هنا بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، ونبدا نكمل لحد ما نبدا نخلص عندنا الصاج. يلا حمد ثانية يا حبيبات اهو، قبل ما هنطلع فاصل بس كده اهو. الكنافه لو ماسكه ببعضيها كده اهي كده اهي، فاهمه ازاي؟ اهي لو ماسكه ببعضها كده عشان هي طازه، حطها بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. تعلمي بس عشان اوريها لكم بقى ايه، دي اخر واحده ديت هوريها لكم. ونقوم جايبين عندنا السوداني حاطينه هنا في النص، مديله قرفه ومديله ماء ورد وماء زهر ومظبطه. انا مش عايزه قرفه ومش عايزه ماء الزهر ما تحطيش عادي. كترنا الحشو كده اهي، نقوم واخدينها حطينا هنا في الصاج
ونكبسهم كويس جدا. طيب لو ما فيش يا عم محمد ايه حاجه تعرف ان انت بص انا ايه ظابطها انا بايديا. طيب انت لو ما فيش بقى اللي انت تعرفي تلفيها كده عشان ما تفكش مني، خلي بالك، ما انت لو ما ظبطتهاش حكمتيها ممكن ايه تفك مني، تعملي ايه؟ تجيبي بولتين زي دول وتحطيهم هنا، وكل واحده تخلص تقومي حاطه بوله هنا وبوله هنا. تمام؟ انا بوديك بس الفكره. طيب ايه اللي بيحصل بعد كده؟ بجيب عندي السمنه ديت، هبدا ان انا اسيحها ونبدا نحطها كده من فوق على الكنافه وندخلها عندنا الفرن لحد ما تبدا اللي هي تستوي. لازم على فكره يا جماعه البرمة الصح بقى خلي بالك تتعمل في ايه؟ تتعمل في قلايه، بس القلايه دي ما تبقاش فيها زيت، القلايه دي تبقى فيها سمنه بتنزل عشان كلها تاخد لون واحد وتطلع. وبعد ما بتطلع من السمنه تبقى في الفاتوره، عارفين القلايه الكبيره قلايه الزيت اللي بتعمل فيها بطاطس المطاعم دي، بتتحط فيها شبكتين اتنين، الشبكه كده بتبقى من تحت تحط الكنافه وشبكه من فوق، وبعد كده بتنزل تغطس في السمنه وبعد كده بتطلع، ده اساسي. طيب وبعد كده بتطلع بنبدا ان احنا نحط عليها الشربات البارد. احنا بنعمل حاجه بيت يا باشا، مش بنعمل حاجه بتاعت مطاعم وبتاعت محلات، وفي نفس الوقت بتطلع الحاجه طعمها حلو والشكل اللي بنسبه 90% شبهها قدام حضرتك اهي. بتطلع بنصف السمنه الزياده ونقوم مدينا على طول شربات تقيل بارد، ونبدا نقوم قلبينها على شبكه زي ديت عشان تصفي الشربات التقيل، ونبدا ان شاء الله اللي احنا نقطعها. احنا ينفع ان احنا نعمل الكنافه وما نملاش الصاج؟ اه طبعا ينفع اهو، حطها بس في الفريزر شويه تتسمغ، وبعد كده تقومي حط عليها السمنه ونبدا ان احنا نحطها فين؟ في الفرن. بعد كده نبدا، خلي بالك لازم تتغرق سمنه عن كده عشان هنسقي، وبعد كده نبدا ان احنا نصفي السمنه الزياده اللي فيها، وبعد كده نقوم حاطين عليها الشربات. طيب بعد ما تحط عليها الشربات، انا كل عارفه كل اللي بقول لك ده ليه؟ عشان حضرتك لما تيجي تقطعيها امال ايه لازمه الدوشه اللي احنا عاملينها من الاول؟ عشان لما تيجي تقطع تطلع مظبوطه مسمغه معايا. طيب بعد ما بتطلع وبتصفي السمنه بتقوم اديها الشربات، لازم نجيب شبكه زي ديت ونصفي عليها البرمه على ظهرها. تمام؟ اهي زي الشبكه اللي قدام حضرتك ديت. تمام؟ ناخد صباع كده زي ده كده. بص يا خال هي ملفوفه كده. صح؟ هي ملفوفه كده، بنيجي عكس الاتجاه. واحنا بنقطعها. لازم عكس الاتجاه قدام حضرتك عشان ما ايه؟ ما تتهريش منك. حاضر. تمام. احنا الكنافه بتتحط على درجه حراره 180 بالظبط، ونبدا ان احنا نطلعها تاخد اللون الذهبي، طالع عندك بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه اهو. ناخد صباع كمان قدام حضرتك اهوت، ونبدا ناخد عندنا بعكس الاتجاه